السلام عليكم، طلبة الفرقة الأولى. معاكم الدكتورة بتاع الماهر، مدرس مساعد باثولوجي. هشرح لكم جرات الكارديو فاسكولار سيستم الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتفق بس على حاجة الأول، إن الجرات بتاعة الكارديو فاسكولار هي روماتيك فالفولايتس. هي كلها ايه؟ ستينوزس، سواء كان ليفت سايد او سواء كان الرايت سايد. الليفت سايد الفالفز بتاعته اسمها ايه؟ ميترال واورتيك. بالنسبه للرايت سايد الفالفز بتاعته اسمها ايه؟ ترايكاسبيد وايه؟ وبالمونري. كلهم قلنا الفالفولايتس بتبقى ايه؟ ستينوز. بالنسبه بقى للتشامبرز، التشامبر سواء كان الفنتريكل او الاتريوم بتاع الرايت او بتاع الليفت سايد، احنا هنستنتج ايه اللي هيحصل فيهم. بما ان احنا عرفنا خلاص الدايجنوزس ايه اللي حصل في الفالفز، فالتشينجز اللي بتحصل في التشامبرز دي احنا ايه؟ هنستنتجها، مش هنحفظها ولا حاجه. فهنبدا باول حاجه، ده اسمه ايه؟ روماتيك فالفولايتس ميترال ستينوزس، خلاص. ومعاه كمان اورتيك اسيروم. هنا ده ايه؟ جور كونتيننت، ده اوبند هارت ويز اتس جريت فيزلز. اوبند هنا فروم ذا ليفت سايد عشان نشوف الايه؟ الليفت فينتريكل والليفت اتريوم والاورتا. الليفت فينتريكل هنا مودريتلي سيكند، خلاص. والليفت اتريوم برضو هيبقى ايه؟ سيكند ودايليتد في اليومن، خلاص. بسبب انه حصل ايه؟ ميترال استينوز، خلاص. ده بالنسبه للتشامبرز. بالنسبه للفالفز، الفالف كاسبس بتاعت الميترال هنا اسمه ايه؟ استينوزس، فهيبقى او فالفولايتس. الفالفولايتس دي هيبقى الفالف كاسبس هتبقى سيكند فايبروتيك وبيت، وهتبقى فيوزد تريزر. بعد كده في عندنا حاجه اسمها كورد تنديني، دي عباره عن فايبرس سترينز كده، بتبقى ايه؟ ماسكه في الفالف كاسبس من تحت. دي اللي بتساعد الفالف كاسب انها تقفل وتفتح، خلاص. فالكورد التنديني دي هتبقى برضو ستيتند وفايبروتك، وهتبقى شورتند، هتقصر، فهتدينا ديفورميتي. الديفورميتي ده ساعات يبقى باتون هول او ساعات يبقى فانل شيب على حسب الايه؟ درجة الفايبروزس اللي بتحصل، خلاص. فهنا في الجار ده هيدي شكل الايه؟ الباتون هول. كده يبقى احنا خلصنا الايه؟ الفالف كاسب بالنسبه للايه؟ للميترال. طيب نيجي على الاورتيك. الاورتيك فالف كاسب هنا نورمال، مفيش فيه حاجه. اللي فيه هنا بس الايه؟ ان الاورطه في حاجه اسمها اورتيك اسيروما. يعني ايه؟ يعني فيها يلوش وايتش باتش كده او ستريتس من الايه؟ الاسيروماتس ماتيريال، بتبقى موجوده اللي هي حاجات بيضاء كده موجوده في الجزء المفتوح ده ايه؟ بتاع الاورطه، خلاص. تاني جار حاجة اسمها روماتيك فالفولايتس، خلاص. ميترال وأورتيك ستينوزس، خلاص. بقى احنا عرفنا ان ده هنقول جار كونتيننج ده هارت ويز اتس جريت فيزلز اوبن فروم ذا ليفت سايد عشان نشوف الايه؟ الليفت فينتركل والليفت اتريوم والأورتا. هنا في ايه؟ ميترال وأورتيك، فهنقول كده ان الميترال والأورتيك فالف كاسبس فيهم فالفولايتس، فهيبقوا ايه؟ سيكند وفايبروتيك وأوبيك، خلاص. وفيوز تو ريزر الكورد تنديني اللي هي الفايبرس سترينز اللي هي موجوده على اليمين دي اللي بتبقى ماسكه في الميترال فالف كروس دي، هيحصل برضو سيتنج فايبروتيك وايه وشورتنج، فهتدينا هنا بقى ايه؟ شكل الفانل شيبد ايه؟ ديفورميتي. بعد كده هنبص على التشامبرز. التشامبرز بتاعت الليفت سايد اللي هي الفنتركل والايه والاتريوم، هنا بسبب البريشر اوفرلود بتاع الميترال وبتاع الاورتيك، فبالتالي هيحصل سيكننج في الوول بتاع الليفت فينتركل وبتاع برضو الايه الليفت ايه اتريوم، خلاص. فهنا اسمه ايه؟ ميترال اند اورتيك ستينوز. ده ايه؟ روماتيك فالفولايتس في اورتيك وميترال ستينوز. لكن الميترال ستينوز هنا ايرلي، هو تقريبا نفس الكومنت بتاع الجار اللي قبله، لكن هو هنا ايرلي ميترال ستينوز. هنقول هنا ايه؟ جار كونتيننج ذا هارت ويز اتس جريت فيزلز اوبند فروم ذا ليفت سايد عشان تشو ايه؟ الليفت فينتركل والليفت اتريوم والاورتا. هنا الفالف كاسبس بتاعت الميترال والاورتك هما الاثنين فيهم فالفولايتس، فهيبقوا سيكند وفايبروتك واوبيك. بعد كده هنبص على الايه؟ التشامبرز. الليفت فينتركل هنا هيبقى ايه؟ ماركتلي سيكند، زي ما احنا شايفين قوي كده في الايه؟ في الصوره تخين قوي، ده بسبب الايه؟ الاورتيك ستينوز، بسبب البريشر اوفرلود. كمان حاجه اسمها الكولامني كارني، اللي هي الحاجات التخينه اللي موجوده في الوول من جوه دي اسمها كولامني كارني. الماسل بتاعه الفنتركل هيبقى فيها ايه؟ هايبرتروفي. بعد كده في بابيلاري ماسل اللي هي الماسل
اللي بتبقى ماسكه في الكورد تنديني. يعني احنا في الصوره هنا شايفين في خطوط كده، دي ايه الكورد تنديني خلاص، الخيوط دي ماسكه في الفالف كاسب، المايترال فالف كاسب من تحت، الكورد تنديني دي ماسكه من فوق في المايترال فالف كاسب، وماسكه من تحت في ايه، في البابيلاري موسل. يبقى البابيلاري موسل دي، ده موسل موجوده برده في الفنتريكل، في الفنتريكولار موسل دي برده هيحصل فيها ايه، هايبرتروفي خلاص. طيب الليفت اتريم هنا هيبقى ايه، نورمال. ليه نورمال؟ بسبب ان المايترال سينوس هنا ايرلي تمام. بعد كده ده الجار الوحيد اللي فتحناه من الرايت سايد، هو ده الجار الوحيد اللي فيه الفالفز بتاعه الرايت سايد اللي هم اسمهم ترايكاستد وايه وبالمونر. فيهم ايه؟ فيهم فالفولايتس هيعملوا ستينوزس خلاص. اول حاجه هنقول ده جار كونتيننج هارت ويز اتس جريت فيزلز اوبند فروم ذا رايت سايد، عشان نشوف الرايت فينتركل والرايت اتريوم والايه وبس، يعني مش ما فيش هنا لا هنقول اورطه ولا هنقول بالمر. يبقى هنشوف هنا بس الايه، الرايت فينتركل والايه والرايت اتريوم. طيب هنبص على الترايكاسبيد والبالمونري فالف كاسبس، هو اللي باين هنا بس هنا ايه، الترايكاسبيد، الترايكاسبيد فالف كاسب هنا هيبقى ايه، ثيكند وفايبروتيك واوبيك خلاص، ده بسبب الايه، الفالفولايتس. بعد كده الكورد تنديني اللي ماسكه فيه ماشي، اللي هي باينه في الصوره دي اللي هي الفايبروس تيشو ده، دي هتبقى برده سيكند فايبروتيك وايه وشورتند. بعد كده البابيلاري ماسل برده او الترابيكيليشن بيحصل في الايه، في الكولامني كارني برده هيحصل فيه خلاص. طيب التشامبرز، التشامبرز اللي هي عندنا الرايت فينتركل والرايت اتريوم، هما الاثنين هيحصل فيهم ايه، هايبرتروفي في الوول بتاعهم بسبب الايه، البريشر اوفرلود بتاع البالمونري والترايكاسبيد ايه، استينوس. طيب الليفت سايد فالفز هنا نورمال، اللي هما المايترال والاورتيك هنا ايه، نورمال خلاص. طيب ده ايه، روماتيك فالفولايتس ويز سوبر امبوز انفكتيف اندوكاردايتس، يعني احنا جايبين هنا الفالف كاسبس بس مش جايبين طبعا الهارت. ده عباره عن ايه، عباره عن جارين، جار فيه تو فالف كاسب وفي جار تاني موجود فيه وان فالف كاسب. هنا في ايه، فالفولايتس، يعني الفالف كاسب هنا سيكند وفايبروتيك وبير خلاص. وبعد كده الكورد تنديني اللي هي الفايبرس تيشو اللي ماسكه في اللور سيرفيس هنا برضو هتبقى سيكند وفايبروتيك وايه وشورتند، فهتدينا شكل الايه، الباتون هول ديفورميتي. بعد كده هنبص على اللون البني اللي احنا شايفينه ده، ده عبارة عن الايه، الفيجيتيشنز، الفيجيتيشنز دي بتاعة الانفيرتيف اندوكارديتس بتبقى الريجولار ان شيب ولونها جريش براونش ان كولر، وبتبقى ايه، فاريبل في السايز من فيو مليمتر لايه، لاب تو سنتيمتر. وبعد كده فيها كمان ايه، ألسريشن. طيب لو احنا بصينا على الفالف كاست نفسها هنلاقي فيها سبوتس كده من الايه، لونها وايتش، دي عباره عن كالسيفيكيشن وبتبقى ايه، هارد انكونسيستنس. ده ايه، هيلد روماتيك فالفولايتس، ده عباره عن جار كونتيننج تو فالف كاستس فيهم ايه، فالفولايتس، فهيبقى سيكند فايبروتيك اوبيت الفالف كاست. نيجي على اللور سيرفيس موجود ايه، الكورد تنديني برده هتبقى سيكند فايبروتيك وايه وفيوزد وشورتند، باين قوي على الكاسب اللي موجود على الليفت سايد. الكورد تنديني دي هتعمل ايه، فانل شيب ديفورميتي. بعد كده هنبص هنلاقي في لون كده يلوش وايت ان كولر، ده عباره عن ايه، اسيرومتس باتش موجود على الفالف كاسب. ده اخر جار عباره عن ايه، هو كبير شويه، عباره عن حاجتين، عندنا الليفت اتريوم اللي موجود على الناحيه اليمين والايه، المايترال فالف كاسب ده الموجود على الناحيه الشمال. بالنسبه للليفت اتريوم ده في ايه، في انترا ميورال ثرومبس خلاص، وفي كمان ايه، روماتيك اندوكاردايتس. بالنسبه للفالف كاسب ده في ايه، في فالفولايتس تمام، وفي كمان ايه، سوبر امبوز انفكتيف اندوكاردايتس. طيب هنيجي بقى على الكومنت، هنقول اول حاجه الليفت اتريوم ده ايه، جار كونتيننج ليفت اتريوم خلاص، ميجر دي كام، 8 في 7 في 4 سنتيمتر. هنوصفه الاول من بره، هنقول ان هو ايه، سموث اوتر سيرفيس وكليستنج زي ما هو باين في الصوره، وان هو ايه، فيرم ان كونسيستنس، ده بالنسبه للوول. اوبند تو شو، يعني احنا فتحناه عشان نشوف ايه، ثرومبس، انترا ميورال ثرومبس اللي هي الجزء البني اللي موجود فوق ده، دي عباره عن انترا ميورال ثرومبس خلاص، ويز ايه، ترافيرسد باي وايتش سترينز او وايتش ستريكس خلاص. بعد كده
هنبص في الاتريوم، الجزء اللي هو اللي تحت ده اللي هو متشاور عليه بالسهم اللي هو راسين، دي حاجه اسمها ايه؟ اندوكاردايتس، روماتيك اندوكاردايتس، اللي هي اسمها ايه الاسم التاني بتاعها؟ اسمه ماكالمز باتش. دي عباره عن باتش كده بتبقى موجوده في البوستير وول بتاع الليفت اتريوم، بتبقى الريجولر ان شيب، بتبقى لونها ايه؟ جريش وايت او جريش براونش ان ايه ان كلر. كده احنا خلصنا الايه؟ الليفت اتريوم. نيجي بعد كده على الايه؟ على الفالف كاسب اللي هو الميترال فالف كاسب. هنقول ان هو ده ايه؟ فيه فالفلايتس، ان هو بيبقى سيكند وفيبروتيك واوفيت وفيوز ريزر، والكورد تنديني برضو بتبقى ايه؟ سيكند وفيبروتيك وايه وشورتند. بعد كده فيه لون بني اللي هو متشاور عليه بالسهم اللي له 3 رؤوس، ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيجيتيشنز. الفيجيتيشنز دي لونها ايه؟ جريش براونش ان كولر، وبتبقى فرايبل وفيها ايه؟ ألسريشن.